السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أحبابي، حلقة جديدة خاصة حول منصة أوكيكس وحول العملة أوكابي بالتحديد. هذا في ظل الشراكة التي قلت تجمعني مع منصة أوكيكس. يعني طلب مني شرح للمنصة، وهذا طلب مني حد يعني على الخاص، يعني من مجموعة كثير منكم طلب مني تحليل، يعني بين قوسين، يعني عرض بعض أدوات المنصة وكيفية الاشتغال على المنصة إلى غير ذلك من الأمور، والتي سوف نتطرق في هذه الحلقة إن شاء الله. ونبدأ أول شيء على منصة أوكابي بالفرصة الموجودة التي ذكرتها لكم أمس حول منصة حول عملة أوكابي، العملة الخاصة بمنصة أوكيكس. للإشارة، فقد دخلنا الحمد لله، يعني أمس كما تشاهد معي الأوردرات، يعني دخلناها، يعني على هذه الأسعار كما تشاهد معي، يعني الأسعار التي دخلتها، يعني هذه الأوردر القديم الذي كنت داخل فيه للمنصة، ولكن بالأمس وجدت الفرص ممتازة جدا. هذا دبليو في دبليو في دبليو، فهذا بالنسبة إلى إشارات يعني ممتازة لأخذها. يعني سوف نبدأ في التحليل الفني يعني للعملة. نأخذ دائما على الفريم الكبير جدا، يعني فريم الويكلي على أقل شيء، ونبدأ في التدقيق. يعني العملة لا زالت في ترند عام صاعد لونج تيرم، يعني كما تشاهد معي، يعني فالإشي موكو. فالإشارة الأولية كانت في أسفل السافلين حينما أعطيت لك للدخول في هذه العملة، لكن الآن يعني الآن لا زالت في مواصلة للصعود فقط، لا أقل ولا أكثر. كما تشاهد على الشمع المثلي فهي في صعود جنوني. لذا يعني لكي تكون واعي بالمخاطر، هو أن العملة هي في قمام، لكن هذه العملة عملة منصة، يعني عملة منصة. فالكثير من عملات المنصات خصوصا خلال البول ماركت، فيكون دائما دعم من المنصة نفسها، يعني وبالتالي فهي التي تساهم في خفض الأتعاب المنصة، فيكون عليها الطلب يعني عادي مثلها مثل مثلا عملات باينانس كذلك. فهي يعني لهذا يجب أن تقارن من هذا الباب. يعني فالعملة كما تشاهد حتى من ناحية تقنية ممتازة. أنا حينما أرى أنه بعد هذا التصحيح الذي رأيت، عاد السعر إلى منطقة الجولدن ريشيو 61، ثم طار بعد ذلك إلى يصل إلى هذه القمة. الآن عاد بالضبط أيضا إلى هذه المنطقة وزاد أكثر منها، بل عاد إلى الريلو زون. وهذا بالنسبة إلي، لطالما علمتكم هذا الأمر وقلت أنه الريلو زون هي أفضل منطقة للشراء. الريلو زون، يعني عندنا الريلو زون، هذا المكان الممتاز للشراء. إذا نحن في منطقة شراء حقيقية، والجميل هو هذا الدبليو ستراكشر الذي يعني حدث يعني خلال الساعة، يعني خصوصا يعني نراه بين قوسين على فريمات صغيرة، واضح جدا. سوف أزيل الإيشيموكو كي تكون لك الرؤية واضحة، وأزيل أيضا هذا لترى هذه الدبليوهات الموجودة داخل الستراكشر. لو أخذت حتى الأربع ساعات سوف تجدها بشكل يعني. فإشارة الأولى كانت عندك في هذا الكبير، والثانية هي هنا، كسر هذا المستوى وكذلك كسر هذا المستوى. هذه كلها مستويات تقنية بين قوسين، كان كسرها إذانا بارتفاع العملة، وهو الذي يتواصل عليه العملة. يعني فأنا لا أستغرب يعني بعد كسر هذا المستوى بالذات أن تطير العملة. لهذا كنت واضعا أوردر معلق على 18، لكنه تم اصطياده فقط ثم نزل يعني بين قوسين، لكن هذا فقط مؤقتا. يعني فهو الاتجاه العام صاعد، يعني حتى المؤشرات المنظمة عندي دبليو في دبليو في دبليو، فكل هذه مؤشرات بالنسبة إلي ممتازة جدا يعني لمواصلة الصعود. هذا يعني من الناحية التقنية لكي أضعك في السياق. العملة بالنسبة إلي ممتازة جدا للدخول، خصوصا بعد هذا التصحيح الجيد، يعني التصحيح اللوكاليزيشن عندنا موجود، المنطقة موجود، التصحيح 43% تقريبا، فهذا بالنسبة إلي جيد. يعني فهو ليس أفضل مما ممكن أن ننتظره، لكن حينما يعمل لك في بوتم ثم تطير العملة فلا تنتظر أكثر من هذا، يعني خصوصا في بوران حينما تعطى لك الفرصة للعودة للوزن فخذها وأنت فرح المصير بهكذا حركات يعني للسوق حينما تعطى لك هذه الفرص. هذا من الناحية التقنية، لهذا دخلت أنا في العملة وأني أنصحت بالدخول فيها، يعني وكل واحد يتحمل مسؤولية ذلك. لماذا أنصح بها بين قوسين العملة؟ لأنها عملة المنصة، وهذا كما رأينا ونصحت أيضا ببي إن بي، نظرا لأن عملة المنصة لا يكون عليها طلب. حينما يكون عليها طلب
خصوصا هذه العملات التي مدعومة من المنصات نفسها، فغالب الأحيان أنها تصعد خلال البران. هذا نتيجة حتمية للبران لصعود العملة. سيقول لي قائل أوكيكس فهي لا تساوي شيئا أو ما شابه، والعملة يعني غالية. هذا شأنك، أنا أقول لك ما فعلته أنا في محفظتي كما تشاهد. يعني هذا الفعل الذي حدثتك عنه فعلته أنا عن نفسي، وحينما دخلت هذا قلت أنا اللي دخلت في هذا وأريتها لكم يعني حتى على المحفظة بالنسبة للخواص، وقلت لكم هذه العملات التي اشتريتها وكانت واضحة عندي، والناس الذين هم داخلون يعني في القناة الخاصة يعلمون هذه الأمور، يعني يعلمون حتى أنهم يمكنهم رؤية الـ API لاستخدامها من أجل يعني رؤية تفاصيل الحساب بالتدقيق، يعني حتى الأوردرات التي تمت على الحساب واحدة واحدة إذا أراد. ويمكنهم أيضا استخدام توب تريدر يعني لوضع يعني إشعارات لدخولي مثلا في الصفقات المحددة إلى غير ذلك من الأمور. هذا من جهة. من جهة ثانية أردت الحديث عن منصة أوكيكس. لماذا هي مهمة هذه المنصة؟ لأنها رأيت مؤخرا أنها بدأت تستقطب ناس وتستقطب يوتيوبرز وتستخدمهم من أجل العمل على المنصة وتطويرها ووضع آليات جديدة في المنصة من أجل تحسينها من أجل الوصول إلى الريادة يعني في هذا السوق. ولا تنسى أخي وحبيبي في الله أنني إذا حينما أكون دائما أضع لك السبريدز الذي تشاهده في تحليلاتي، فهو يعتمد أساسا على المعطيات الواردة من أوكيكس. إذا أخذت يعني فهذه المعطيات كلها واردة من أوكيكس بالدرجة الأولى، يعني يجب أن تأخذ هذا بعين الاعتبار. فهذه البيانات خصوصا في الديريفيتس موجودة على أوكيكس لأنها رائدة في هذا الباب. من يسأل تذهب إلى كوين ماركت كاب ثم تختار الديريفيتس، ستجد أنها في الرتبة الثالثة خلف باينانس وهوبي، يعني من حيث يعني قوة المنصة يعني في المشتقات فهي من القوة يعني المنصات القوية جدا. أكيد هي في السبوت ليست في نفس المستوى، فهي مستوى ضعيف نسبيا يعني في هذا المستوى، لكن لاحظ أن السيولة مؤخرا بدأت تصفع في المنصة، وهذا الذي تعمل عليه الآن حاليا المنصة من أجل جلب أناس شدد للدخول في المنصة. والإضافات الجديدة كذلك التي سوف نتطرق إليها بعد قليل، الإضافات الموجودة في الحساب التي أضافوها أعتبرها ميزة إضافية ممتازة تسهل هذه العملية لكل أحد. هذا لماذا أردت أن أعطيك نبذة فنية أولا تقنية ثم نظرة فاندمنتال حول المنصة، يعني المنصة ودورها في السوق. يعني فحجم السيولة ليس بالهين بين قوسين، يعني نتحدث عن المليارات الكبيرة، يعني ليست من المنصات يعني التي لا يلتفت لها. يعني فحينما ترى أن باينس في 80 وهي في 23، فربع حجم منصة باينس، يعني فليس بالشيء اليسير. يعني يجب أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار، حتى أن حينما ترى بايبيت وبيتماكس في الحضيض، فلتعلم أنه يعني المنصة لها ريادة في هذا الباب. أردت أن أعطيك نظرة حتى من ناحية الفاندامنتال حول تحليل العملة على منصة كوين تشيك أب، هذا الموقع المتخصص في دراسة المشاريع بين قوسين مشروع العملة. التقييم الذي أعطاه نقطة من للمنصة هو 3.5 من على 5، يعني وهو نقطة لا بأس بها أو جيدة. أنا يعني إذا أخذ مثلا البيتكوين على هذه المنصة بالذات سوف تجد أن رقمه 3.6، يعني فلا تستغرب، يعني 3.5 من 3.6 لا شيء، ليس شيء مذكور. يعني بيتكوين نأخذ مثلا عملة كبيرة، إيثريوم 3.9، يعني باينانس 3.8، باينانس كوين، ريبل 3.8، دوتش 3.8، كاردانو 3.7، بيتكوين كاش 3.8، لايتكوين 3.6، 3.7 لتشينليك، يعني هذه العملات القوية، 3.4 لفي تشين. لاحظ يعني المسألة ليست 3.9 للاستيلار.
هذا باختصار يعني النظرة يعني للتقييم، يعني لا يمكن أقول أن هذا التقييم قوي جدا. هذا الموقع يعتمد على مجموعة من الأشياء، يعني مثلا الفريق والتيم كيف يشتغل ومجموعة من البيانات. يعني سوف إذا دخلت سوف تجد مجموعة من الأشياء، يعني قوة التيم، قوة التحديثات الموجودة على المشروع وكيف هو إلى غير ذلك من الأمور. يعني فهو يأخذ مجموعة من البيانات من أجل التقييم هذا وإعطاء هذه النقطة. شيء جيد ايضا في هذه المنصه كوين تشيك اب، وهو حين بعد التحليل يعني والشرط الى غير ذلك، هو يعطيك لماذا اعطيت هذه 30 وكل شيء، يعني نقاط كيف تم ذلك من سوشيال ميديا الى غير ذلك من الامور. يعني هذا اترك لك يعني الرابط لكي انت تتصفحه بنفسك. هنا ندخل الى باب مهم الا وهو البريدكشن، الذي اتوقع يعني with no money in the market، يتحدث عن 18 هذا هو السعر بدون زيادات. إذا وضعت M1 والM2 ستجد أن الثمن ممكن يصل إلى 99 دولار، وهنا توقع ممكن يصل إلى حتى 252 دولار. هذا توقع، هذه prediction أسعار العملة، وهذا ليس بغريب أو بعيد يعني من تحديثات يعني حتى من الناحية التقنية للعملة. يمكن مثلا هذه الذي نحن فيها أن نذهب أقل شيء إلى الجراج زون. فالجراج زون بالنسبة إلي مستهدف عادي جدا، يعني أن نذهب إلى 30 و40 دولار تقريبا، يعني فهذا مستهدف عادي جدا من الأسعار الحالية، وهو يشكل تقريبا نسبة ربح يعني لمن يدخل فيه صفقات من هذه الأسعار تقريبا، فممكن يصل إلى 100% من حسابه. لهذا أنا ذكرتها فرصة في تحدي المليون، وقلت لكم ادخلوا. يعني أنا دخلت، أنا متحمل تبع ذلك. إذا لم تكن مقتنع أنت بمشروع الدخول في عملة كهذه وعملة كهذه، أنا الحمد لله مثلا أنا باينس دخلتها في 37 و38 ولم بحال حد الساعة، لكي تعلم كيف حينما تدخل على مشاريع بهذا الحجم وتستطيع الاستفادة من أرباح ممكن تكون تعود عليك بالنفع. هذا باختصار شديد يعني مشروع المنصة يعني والعملة والناحية الفوندمنتال وتقييم للبريدكشن يعني الأسعار إلى غير ذلك من الأمور. الآن نمر إلى المنصة المطلوبة. فحينما تدخل على منصتك وسوف تجد الرابط يعني اسفل الديسكريبشن يعني في صندوق الوصف، سوف حينما تدخل وتفعل كي 1 الخاص بك انذاك يمكنك ان تتداول على هو يمكن ان تتداول بدون ذلك، لكن انا اعتقد لكي تستفيد من هذا الخصومات العرض الموجود حاليا، وكذلك العرض الخاص الذي وضعته انا، اي انه سوف يتم اختيار بعض من يدخلون عبر رابطي هذا ووضع اموال في المنصه والتداول عليها، سوف يتم اختيار بعض منهم للولوج الى قناتي الخاصه، يعني للانضمام الى مجموعتنا الخاصه لتعلم زياده في السوق ان شاء الله. بالنسبه للدخول نبدا على بركتي. حينما تجد يعني هذا الحساب الذي بداناه في تحدي المليون بألف دولار الحمد لله، يعني كيف هو تقريبا على ربح 4 أضعاف ونصف تقريبا حاليا، ولله الحمد والمنه. بعد هذا التصحيح يعني كان وصل حتى 5 أضعاف، لكن بعد هذا التصحيح يعني نقول أنه الآن بعد تراجع يعني تقريبا 500 دولار تقريبا أو 600 دولار، يعني لا إشكال بالنسبة إلي. أنا أرى أنه الحمد لله الأمور كلها طيبة يعني عادية جدا، تصحيح سليم ليس فيه أي إشكال. الآن نمر إلى الشرح. بالنسبة للوضع العام عندك هذا الأوفرفيو والفندين، هو الأموال حينما تضعها على المنصة، حينما تأتي وتعمل ديبوزيت على الأوفرفيو والفندين أكاونت وتعمل ديبوزيت، سوف يطلب منك يعني العملة التي تريد أن يعني أن تضع في الإيداع بها، مثلا اليو اس دي تي أو البيتكوين، يعني تختار ما تشاء. أنا أنصحك يعني باستخدام تي ار سي 20 يعني اليو اس دي تي فيه يعني دولار، أو تستخدم مثلا إذا كنت على باينانس تستخدم مثلا نيو المجانية يعني في التحويل. ف يعني استخدم عملة مجانية خير لك من استخدام مثلا عملة مدفوعة، يعني نيو مثلا فهو ممتاز من هذا الجانب يعني، وسوف تجد الأموال على فاندين أكاونت. هذا بالنسبة إلي شيء ممتاز. المهم أن الأموال الموجودة على الفاندين أكاونت
الجميل فيها هو أنها تكون وكأنها في محفظة خارجية، يعني منفصلة عن هذا الحساب الخاص بالتداول. يعني الأموال الموجودة هنا مفصولة تماما عن التريدنج أكاونت، يعني لا يمكنك الوصول إليها. مثلا لو أنشأت أب إي كي خاص بك للتداول، لن تستطيع الولوج إلى المعلومات الموجودة هنا والعملات الموجودة هنا. يعني مثلا لو أذهب أنا إلى حسابي مثلا على مثلا هذا وأعمل ترانسفير يعني للعملة مثلا نيو إلى الفاوندين أكاونت، يعني مثلا إذا أتيت وعملت ترانسفير سوف أخذ مثلا من سبوت إلى الفاوندين، مثلا أذهب وأخذ كل شيء سوف يقوم بنقل النيو الخاص بي إلى المحفظة الفاوندين، وبالتالي لن أستطيع التداول عليها. وهو مثلا ما سأفعله الآن، لا أريده من أجل الحفاظ على البيانات التداول كي لا أضيع تلك الأشياء، ولهذا سوف أحاول الحفاظ عليه. أنا فقط أريك كيف يمكنك فعل هذا. هذه الميزة أعتبرها ممتازة. هناك من لم يذهب إلى الفندق ويقول لي لا أستطيع أن أتداول عليه، وحينما أعمل أبي إي كي لا أستطيع الولوج إلى هذه البيانات. إذا كنت يعني عملتك موجودة على الفندق أكاوت، لن تستطيع الولوج إليها عن طريق إنشاء الأبي إي كي. يعني حينما تنشئ الأبي إي كي الخاص بك، فلن تستطيع، يعني بين قوسين، حينما تذهب إلى الأبي إي كي فلن تستطيع الولوج إلى هذه البيانات. يعني هذا الـ API الذي تنشئه أنت في هذا المكان، فهو لن تستطيع الولوج إليه إذا كانت المعلومات هنا فقط. هو يتصل بهذه المعلومات الموجودة على التريدين أكاونت. هذا باختصار شديد يعني لبياناتك. هناك ميزة جديدة وضعتها أوكيكس، وهي لتسهيل الأمر بين الولوج بين المحافظ، وهو one account أو unified account. إذا دخلت هنا ستجد unified trading. ماذا يقصدون؟ يعني هو هذا transfer your funds to experience our unified account. إذا عملت هذا الأمر فهو ماذا سيفعل؟ سيعمل لك حساب واحد. مثلا لو عندك هنا الفيوتشر سبوت الى ذلك، سوف يعمل كل شيء في حساب واحد، يونيفيد اكاونت. هي ميزه لمن يريدها ويجد صعوبه. يعني مثلا لو اني فعلت انا الفيوتشر، سوف تجد ان عندي الفيوتشر هنا والاوبشن الى غير ذلك. انا لم افعل هذه الامور، لذا هي غير مفعله، والمارجن غيرها. هذه لانه كما تعلمون ان عندي مشكل شرعي معها، لذا لا استخدمها على الاطلاق. ولا يعني مثلا ذهبت الى مارجن فيوتشر، هذه الفرصه ليس عندي، فارغه، ليس فيها اي شيء. اذا وضعت هذا transfer to your found account، يعني سوف يعمل لك كل شيء في حساب واحد، يعني سيكون كل شيء في حساب واحد لتسهيل الولوج. يعني فحينما يكون لك مثلا الأموال على الحساب الرئيسي وتريد الذهاب إلى الفيوتشر، إرسال 100 دولار 200 دولار إلى الفيوتشر، فأنت لا تحتاج إلى عمل ترانسفير يعني إلى من الحساب إلى هذا الحساب الفيوتشر. بينما إذا عملت هذه الخاصية يونيفيد أكاونت، سوف يكون أمامك الأمر نفسه، يعني له حساب وكأنك تتداول على حساب واحد. تختار فقط الفيوتشر، هو يعلم أن هذا حساب موحد فيه كل الأشياء، يعني كل شيء موحد في هذا الحساب. كذلك إذا فعلت كذلك أنا هنا في تريدين يونيفيد أكاونت، جو تريدين، سوف تجد أنك كل شيء بين قوسين في حساب واحد. يعني فهذه الخاصية يعني إضافة جديدة لمن يحب التداول على الفيوتشر وغيرها، ولا يريد كل شيء في حساب واحد. فهذه بالنسبة إليه ربما تعتبر ميزة وإضافة جديدة. أنا شخصيا لا أستخدمها. الذي أستخدمه أنا هو هذا، أذهب إلى كلاسيك تريدين وأدفانسد، لأن أختار، وأريد أنا دائما أن أختار بالأدفانسد لإضافة المؤشرات إلى غيرك من الأمور. يعني أحب أن أرى كل المؤشرات الموجودة، وأستخدم دائما تريدين فيو للتحليل. هذا باختصار شديد يعني كيف تتعامل مع المنصة. يعني عندك هذا هنا بورتفوليو، بكل بساطة تجد هذه الخاصية بورتفوليو، وهنا تجد ديبوزيت ويدرو ترانسفير. ترانسفير عندك اثنين، دائما احضر عندك الترانسفير العادي الذي سوف تستطيع أن
يعني ترسل الأموال من الفاندين إلى تريدنج أكاونت، وعندك ترانسفير دو سو أكاونت يعني أن سب أكاونت. هذا السو كونت هو حساب الفرعي الذي خاص بك، إذا أردت أن ترسل الأموال إلى الحساب الفرعي وتتداول يعني بطريقة أخرى على الحساب الفرعي إلى غير ذلك من الأمور. أنا لا أستخدمه حاليا وأستخدم فقط الحساب الأساسي، ولا أرى يعني حاجة له لحد الساعة. لكن يمكنك استخدامه مثلا في البوتات، مثلا تريد استخدام مثلا البوت بيت يونيفرس على هذه العملات الى غير ذلك من الامور، او استخدامه على ثري كوماس كذلك. يمكنك في انشاء حساب فرعي في هذا الباب والاستفاده من هكذا امور، وسوف نحاول شرحها ان شاء الله يعني من خلال منصه ثري كوماس او بيت يونيفرس، ونعمل حلقه خاصه بذلك ان شاء الله من اجل الاستفاده من الرينجات الموجوده لي يعني لي الاستفادة من الحركات العرضية والربح منها بإذن الله تعالى. هذا باختصار شديد يعني الحركة العامة للسوق، يعني عفوا للمنصة، كيف تعمل من خلال هذه اللوحة الموجودة أمامك، يعني الأوفر فيو أو الفاندين. عندك تريدنج أكاونت هو الذي تتداول فيه وتجد العملات الخاصة بك. يمكنك أيضا الضغط هنا على ترانسفير إلى إرسالها إلى المحفظة الأخرى، وهنا ينفذ اكونت سجله هنا ترانسفير فاوند. ويعني اذا اردت، انا لا استخدمه ولا اريد، والامر يعود اليك. اذا كنت تحب هذه الاشياء يمكنك فعل ذلك. فاينانس عندك هذه الاسيت، هذه لا استخدمه حاليا. عندك الاسيت اناليسيز يعني من اجل الربح ورؤيه الربح الى غير ذلك. هذه فقط اضافات هي جديده، لم ليس فيها تاريخ قديم يعني. فعلى العموم الذي يمكن الذهاب اليه هو الريبورت سنتر للذهاب لرؤيه العملات التي اشتريتها. مثلا هي كما قلت لكم الاوكي بي التي تم عدد الاوكي بي التي تم شراؤها، اش اي سي العمله التي تم شراؤها ايضا على هذه الاسعار، وهكذا تستطيع يعني العوده والدخول. هنا رؤيه المارجن فيوتشر بيربتوال اوبشن الى ذلك مور. هنا الاكونت هيستوري اذا كنت ترانسفير اوت من الاشياء الموجوده على الحساب، اللون اذا كان عندك اللون. هذا باختصار كل ما استخدمه على المنصه. عندك شيء جيد وهو ستارت ديمو تريدين. اذا كنت لا تعرف كيف تتداول تستطيع يعني المرور الى هذه الميزه لتتداول بحساب وهمي دون تعريض حسابك للمخاطر. عندك سوف تختار ستارت ديمو وتجد انك ديمو تريدين كما تشاهد. والبورتفوليو فيه صراحه ماذا سأقول، نتمنى أن يكون كل واحد عنده هذا البورتفوليو الخاص بالكونت الديمو، فهو ممتاز جدا صراحة، ويمكنكم يعني التداول به. فالأشياء الموجودة، لاحظ الأسيت الموجودة عندك 1 بيتكوين، 500 إني سواب، وعندك 5 إثيريوم، وعندك 100 هذه العملة جي في، عندك 3000 دولار، باكس 3000، 3000 ترو يو اس دي، 3000 يو اس دي كا، 3000 يو اس دي سي، 10 لايت كوين، 100 أوكابي، تيريكس 10000، و1000 أدا. يعني فمبلغ ما شاء الله رائع جدا، يعني يتمناه كل احد من اجل ان يتداول. لذا هذا باختصار الشديد يعني الذهاب يعني في البورتفوليو. وتستطيع يعني الشراء والبيع الى غير ذلك من الامور بدون اي مشاكل يعني. فتختار مثلا لو اني اريد مثلا شراء 0.1 بيتكوين، أم عفوا أريد شراء 0.01 بيتكوين، فهو 500 دولار. إذا أردت 0.01 دولار مثلا 55 بيتكوين، وأشتري باي ديمو سوف يشتري بيتكوين، وحاليا سوف يصبح لدي 1.009 بيتكوين. باختصار يعني هذه هي الطريقة يعني لطريقة الشراء والبيع، ليس فيها أي مشكل. مثلا أنا أبيع هذا 0.001 بيتكوين، ها هو سيل، تم البيع، وهكذا يعني. ليس بالأمر الصعب التعامل مع المنصة. وإذا أردت العودة إلى حسابك تريد إن ريل ماركت، ثم تعود إلى حسابك الحقيقي دون أي إشكال يعني، وتختار البورتفوليو الخاص بك.
ويعني تتداول إذا أردت أن تختار سواء هذا أو ذاك. أنا كما قلت لك أحب هذا في التداول على المنصة، أراها يعني بالنسبة إلي، أي إذا استخدمت المنصة يعني في على العموم، وإذا لم أستخدم المنصة فأستخدم ثري كوماز للشراء والبيع أيضا أو لتحديد الأهداف والأرباح لغير الأمور. هذا الأمر يعود إليك أنت وطريقة تداولاتك. أنا فقط أردت أن أعطيك شرح مبسط للعملة وكيفية التعامل مع العملة والمنصة. وفي حلقات مقبلة إن شاء الله سوف نشرح بالتفصيل الأوردر بوك، يعني الميزة هذه والتداول بهذه والأخرى، ونحاول شرح كيف تستخدم يعني أوردر. شراء بسيط هنا إذا أردت يعني شراء أوردر ليميت وأوردر مارشي، يعني شراء ماركت مثلا. لو أريد أن أنا أشتري مثلا حاليا أوكبي وأزيد كمية، مثلا هي الآن سوف أزيد مثلا 5%، مثال بسيط، لأن الأسعار بالنسبة إلي جيدة. إذا أشتري مثلا أوردر ماشي، سوف أشتري أوكبي، ها هو تم شراء أوكبي جديد، مفهوم؟ يعني تم شراء واحد أوكبي. هذه هي الطريقة التي ليست صعبة ولا مستحيلة، التي اشتريت بها فوق 18 كما قلت، أو لو أضعنا مثلا فوق 18 و 38 تريجر أوردر دو ديكلونشمون هذا، أو ستوب أوردر. ستوب أوردر يعني أنه سوف أشتري بعد كسر هذا المستوى، سوف أشتري بعد 18 36، آتي هنا وأضع 18 36، أختار أوردر برايس يوستي، أنا أريد 18 40، دائما يكون أفضل. أختار ماركت، سواء الماركت أو هذا السعر. واحد إذا أردت ماركت سوف يشتري لي، بمجرد وصول هذا السعر سوف يشتري، أو إذا قلت له بعد هذا والعملة التي أريد أنا أشتري واحد أوكابي مثلا. فقط أنا لأريك كيف يمكنك عمل هذه الأشياء وليس فيها أي مشكل. ها هو سوف يضع مجرد تجاوز 18.36 سوف يشتري لي على 18.4 وسأشتري واحد أوكابي. ها انا الاوردر اصبح اوردر معلق، يعني مجرد كسر هذا المستوى سوف يشتري لي وانا مرتاح البال. هذه من طرق الشراء، يعني اوردر معلق للحساب بطريقة ذكية، يعني وعدم ضياع الفرصة اذا حدثت. ولكن هناك مخاطرة، وهو ان يعمل فيك اوت على هذا المستوى، يعني يكون فيك اوت على هذا المستوى، يعني بمعنى انه فيك بريك اوت، يعني نصعد ثم ينتقص ثم نتذبذب ونبقى مدة طويلة. لهذا يستحسن انتظار الإغلاقات. لكن أنا أريد شراء وأخذ بهذه المخاطر، يعني أرى العملة كما قلنا في مستويات كبيرة جدا، وبالتالي في هذه الأسعار كلها بالنسبة إلي جيدة. اشتريت من 9 ولم أندم، واشتريت من هذه الأسعار ولن أندم بإذن الله تعالى. هذه قناعتي الخاصة ولا ألزم بها أحدا، فقط يعني كنصيحة يعني أخوية لكم، هذه عن قناعتي الخاصة اشتريتها وأريد يعني منها وأريد منكم أن تستفيدوا إن شاء الله. وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.